مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى أن لا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وتفعيل زر الجرس. أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لفتاة وهي تقوم بالحلاقة لطفل داخل أحد صالونات الحلاقة الكثير من الجدل في السعودية بين مؤيد ومعارض ومستنكر. وظهرت السعودية وفاء وهي تقص شعر طفل في صالون حلاقة مخصص للأطفال في الطائف، فيما يقوم رجل بتصويرها بهاتفه المحمول قائلا: وفاء سعودية ورمز للسعودية وفخر للسعودية تحلق في الطائف. وقالت وفاء: أريد أن أقول لكل بنت سعودية وشاب سعودي، اعتمد على نفسك واشتغل مهما كانت الشغلة، سواء مبلغ مالي مبلغ قليل أو عالي، اعتمد على نفسك واكسب مهنة اكسب خبرة. وأضافت أنه لا عيب في كل المهن الشريفة سواء للرجل أو المرأة، والأهم هو الإتقان في العمل والأمانة. أنا وجميع الفتيات السعوديات واجهات لوطننا الغالي، وطالما أنني لم أخرج عن القيم والشرع فسأستمر في عملي وأبقى داعما للوطن. وفي مقابلة للفتاة وفاء السعودية مع صحيفة سبق السعودية، قالت بأنها لا تقوم بحلاقة الرجال حسب ما فهم البعض، وإنما بحلاقة الأطفال، لافتة إلى أن الفيديو الذي أثار كل هذا الجدل ظهرها وهي تحلق شعر طفل. وأكدت أنها تحب الأطفال وتعمل في صالون مختص بحلاقتهم فقط، مبينة أنها لم تقم بما يسيء لنفسها ولا أهلها ومجتمعها حتى تخشى الانتقادات. فما رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.